عمرو أديب شأنه شأن كثير من الزملكاوية اللي بيتوجعوا وبيجيلهم حسرة لما بيشوفوا النادي الأهلي فايز أو رايح لمنصات التتويج. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. عمرو أديب ده أكثر الزملكاوية اللي ما بيقبلوش النادي الأهلي، والوجع الحقيقي بتشوفه في عينيه والحسرة، وبيضحك ضحكة صفرة كده لما بيقول أنا وشي حلو على النادي الأهلي، ده النادي الأهلي للأسف فاز، ده أنا لو فتحت قلبي هتلاقوه كله أحمر، ده أنا قلبي بيزقطط وقلبي بيرقص لأن النادي الأهلي فاز على مازيمبي بالتلاتة، وبيقعد يعمل شوية إسقاطات كده ولكن من جواه هو مولع وبيغل من النادي الأهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو أديب على الهوا وقت الهدف الأول كان إيه تعليقه، وقت الهدف الثاني، وقت الهدف الثالث، والحسرة والغيرة والغل وهو بيعلق على الأهداف الثلاثة. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي، اختي المحترمه الاهلاويه، دعمكم مهم لانجاح اي فيديو عندنا في منصتنا سواء في اليوتيوب او في الفيسبوك، فما تبخلش علينا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عمرو قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. أخبار جميلة عظيمة، الأهلي جاب جول 1-0، وقريبا جدا نسمع خبر حلو أن الأهلي في النهائي. والله أنا سعيد سعادة غير طبيعية، يعني لو تفتح قلبي هتلاقيها أحمر أحمر أحمر، سعادة غير طبيعية. وكان مازيمبي جاب جول واتلغى لأسباب فارية، فإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم الأهلي مش هيجيب واحد بس، الأهلي هيجيب أكتر من جول، يعني روح الفانيلا الحمراء والدقايق العشرين الأخيرة والدقيقة 99 وروح الفانيلا الحمراء والأهلي بمن حضر وجمهور الجبار، كل دول إن شاء الله يجيبوا نتيجة كويسة. 1-0، مين اللي جاب الجون يا ابني؟ محمد عبد المنعم، والله هايل، يعني واصلة لدرجة إن محمد عبد المنعم كان بيهاجم، وعبد القادر أهو بيهاجم، الكور حلوة أوي، حاجات عظيمة جدا. إن شاء الله الأهلي يجيب التاني والتالت ونطمن ونفرح ونوصل للنهائي ونشجع الأهلي جامد، وإن شاء الله كمان الزمالك يقدر في ماتش العودة بتاعه أو الذهاب بقى، لأن إحنا لعبنا هنا وما كناش كويسين قوي، نقدر كمان نغلب الفريق التعبان اللي إحنا كنا بنلعبه ده، ولكن سعداء جدا الأهلي كسبان 1-0، ولكن هذه النتيجة خطر لأنه 1-1 برضه نرجع تاني نبقى عاملين زي 0-0. فهنشوف تخرجوا بقوا بيحسبوه باتنين دلوقتي ولا ما غيروا زي الاوروبي، ما غيروش، يبقى 1-1 يبقى مش لمصلحه الاهلي ابدا، انما ان شاء الله الاهلي يفرحنا ونروح كلنا سعداء مبسوطين مجبوري الخاطر ان الاهلي كسب 1 أو 2 أو 3 أو 4. قلبي يحدثني خيرا ان شاء الله، ومازيمبي هاجم بس هيعدي من مين؟ مفيش، محمد هاني ما بيسكتش، كورنر محمد لازم يحاول ان هو يعني يهتم بالتعليق الرياضي، ده كورنر خطر جدا وربنا يستر، كورنر خطر جدا وربنا يستر، مش عارف ليه الكورنر ده مخوفني رغم انه زي اي كورنر في الدنيا، اترفع يا ساتر يا ساتر، هو اوفا يا جماعه لازم يخرج، يعني مش يخرج بره الماتش، يخرج يمسك الكوره، لانه احنا شفنا مشكله ليفربول انه حارس المرمى ما كانش بيخرج في اغلب الكوره يعني. فأوفا لازم يبتدي يخرج شوية عشان يمسك الكورة، يعني كابتن شوبير يقول له مصطفى حبيبي، وطبعا أحمد كان من أهم الناس اللي كانت بتخرج والحتة بتاعتها دي كان بيعمل فيها أشياء. تاني 2-0 للنادي الأهلي، وابننا الفلسطيني وسام أبو علي جاب جون ولا أروع، إيه الستايل ده؟ الولد ستايل اللعب بتاعه أوروبي، جون ولا أروع، زي ما انتم شايفين الوضع طائرا، تحس ان كريستيانو رونالدو هو اللي بيجيب الجول، الولد موهوب ومكسب للنادي الاهلي، انتهت فكره ان الاهلي محتاج مهاجم، جابوا اسد فلسطين، اسد فلسطين يحرز هدفا عالميا، وقلت لحضراتكم من اول الماتش قلبي يحدثني خيرا ان الاهلي سيفوز باكثر من واحد، احنا دلوقتي في الدقيقه 90، ايه ده في 12 دقيقه وقت ضايع؟ شايف صح انا؟ 12 دقيقة وقت ضايع، 2-0 للأهلي، وسام أبو علي جون ولا أجمل، ويا ريت عبد القادر يبطل الأنانية، إنما مبروك للنادي الأهلي،
صعب جدا الاهلي يدخل فيه جونين في السبع ثمان دقايق، ده هي الدقايق اللي جايه دي بتاعت الاهلي، الاهلي بتاع الدقيقه 99. ولكن يجب اليوم غير انك تحيي لعيبه النادي الاهلي، تحيي هذا الجمهور الملتزم العظيم اللي بيقول لك لو سمحت خلونا نحضر بقى الماتشات، خلونا نبقى موجودين ورا الفرق بتاعتنا، خلونا نستثمر في هذه الصناعه الهامه ونقف ورا فرقنا. وهجمه ثلاثيه للاهلي وهو الكره العرضيه، ولكن تتقطع من الاهلي 2-0. للاسف دايما وشي حلو على الاهلي، الجون الثالث اكرم توفيق، وقلت لحضراتكم ان الاهلي هيجيب جوان وكلها في الشوط الثاني، ثلاث جوان، اكرم توفيق شال جون قبل كده ودلوقتي هو اللي جاب الجون، وجون حلو وجون جميل، 3-0 للاهلي، ويصل الاهلي للدور القادم بهدوء وبدون مشاكل، والف مبروك للاهلي، ودايما وشي حلو على الاهلي. في النهائي هيلاعب الترجي، مباراه من النوع السوبر، مباراه من نوع الصعب. هو طبعا يعني هو كده هرب من سان داونز اللي هي العقده يعني، لكن الاهلي يفوز اليوم 3-0 ويتأهل، ومبروك للنادي الاهلي، وشكرا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ملى الاستاد والمباراه انتهت. وطبعا مازنبي رايحين للحكم يزعقوا ليه؟ دول ثلاثه، لو ما كانش عاجبك واحد ده في الثاني وفي الثالث، لو ما شفتش الاولاني شفت الثاني وشفت الثالث، عايز ايه ثاني؟ ده ثالث، الاهلي الثالث. يشرفنا اليوم النادي الاهلي بالفوز بهذه المباراه، شكرا للاهلي صانع الباقه دائما في مصر، وشكرا لجمهور النادي الاهلي، ده جمهور عظيم، جمهور جبار، يعني ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يحقق الانتصار. انا مش عارف الماتش الاولاني هيبقى هنا ولا هناك، ولكن يستطيع ان هو يحرز هذه البطوله ويسعد جماهيره ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم للاسف دايما وش حلو على الاهلي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ثلاث أشياء وجعوا الزملكاوية بالأمس. أول حاجة الحضور الجماهيري واكتساح الأهلوية للملعب، وكأن ملعب استاد القاهرة بيعلن إن هو استاد الرعب بتواجد جماهير النادي الأهلي فقط لغيره. طبعا نادي الزمالك ما يعرفش يعمل المشهد اللي عمله النادي الأهلي في استاد القاهرة، ده أولا. تاني حاجة فوز النادي الأهلي بثلاثية، وهم كانوا بيمنوا النفس، يعني عمرو أديب مثله مثل كثير من الاهل من الزملكاويه كانوا بيتمنوا ان هم يحفلوا على النادي الاهلي ويعملوا اسقاطات على النادي الاهلي، من ضمنهم عمرو الجرجير، من ضمنهم خالد فطوطه، هزاز الرؤوس، الجماعه الاقاضيش اللي حضراتكم عارفينهم، واسامه الملط والهوسه دي. لكن النادي الاهلي حضر بقوه بجماهيره، حضر بقوه بادائه بلعبه. المشهد الثالث هو المشهد بتاع عبد المنعم، واحنا علقنا عليه في الفيديو السابق، وده يعني لا يصح ولا يجوز من وجهة نظر بعض الاشخاص او بعض الاهلاوية او بعض الزملكاوية او بعض المحللين، ولكن في النهاية في عقاب من النادي الاهلي وفي لائحة بتنص على عقوبات في النادي الاهلي، لو تم ادانة الراجل هيتم عقوبة عليه قولا واحدا، لان الاتحاد المصري مالوش سلطان على هذه البطولة، والاتحاد الافريقي يعني ما يجيلوش فكر ان ده حاجة عيب او حاجة، بس هو بيوصل رسالة، وصل رسالة بقى للزملكاوية، وصل رسالة للنقاد، وصل رسالة للحملات اللي كانت بتشن عليه ان هم عايزين يعملوا معاه زي ما جماهير النادي الاهلي عملت مع محمود علاء، ويعني تحطه في مكان وموضع معين من السخرية او من التحفيل، فهو بيرد عليه بالهدف اللي جه. الله اعلم، ممكن الرد يبقى فيه نوع من انواع الفجاجة شوية او نوع من انواع الخروج عن النص، ولكن في النهاية النادي الاهلي فاز، وعمرو اديب اتوجع، وخالد فطوطه اتوجع، وابو لمع الجرجير اتوجع، وهزاز الديول اتوجعوا، احمد جمالات على عفه فشار، على رضا الهجاص، على الواد اسامه الملط، كل ده كان فيه حرقان امبارح غير عادي، كان فيه شياط غير عادي. الصيدليات يا فندم كان عليها اقبال امبارح غير عادي بعد فوز النادي الاهلي على مازيمبي، ولكن النادي الاهلي الفتره القادمه محتاج بعض المراكز وبعض اللعيبة، لان في لعيبة في النادي الاهلي ادائها اخره كده، وفي بعض لعيبة النادي الاهلي محتاج، اصلا انت رايح كاس عالم الاندية ليفل تاني خالص، مستويات تانية خالص، نظام جديد، اكنك بتلعب كاس عالم كبير
كاس عالم للمنتخبات، انت عندك بقى 32 فريق، مش هتلعب بثمان فرق زي ما كنت بتلعب الاول، لا انت عندك كاس عالم، فانت داخل في معمعة يعني لازم تبقى قد الحدث. لو انت مش قد الحدث ده، لازم اداره النادي الاهلي تعرف ان التدعيم مهم، لا اللعيبه اللي موجوده مهمه، لكن انت محتاج عليها لعيبه تانية، محتاج تبقى بشكل مغاير. انت بطل افريقيا، لازم تقشر عن انيابك، لازم انت بتحمل لواء القاره، ان انت سفير هذه القاره، فلازم بتلعب باسم قاره افريقيا كلها، قاره افريقيا كلها بتدعمك وبتساندك كنادي اهلي، لانك انت رافع اسم هذه القاره. المباراه القادمه باذن الله هتكون في الدوري ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، المباراه القادمه، وطبعا هتسمع الهوسه بتاعت كل سنه، هو ليه النادي الاهلي ما يلعبش في الاسماعيلي، ليه النادي الاهلي خايف يلعب في الاسماعيليه، والهوسه بتاعت كل سنه، والواد المتحدث الرسمي بتاعهم، ويطلعوا شويه الاراضيش اللي بيطلعوا حمد مش عارف مين على مش عارف مين، يطلعوا في القنوات واحمد جمالات يجيبهم. هو ليه النادي الاهلي، هو الامن عاجز ان هو يعمل المباراة، يأمن المباراة، ده الأمن أمن 100,000 متفرج في مباراة النادي الأهلي، عاجز إن هو يجيب لا هتسمعوا الكلمتين دول قبل المباراة بيومين أو بثلاث أيام أو من النهاردة لغاية يوم المباراة. حتى بعد ما الإسماعيلي إن شاء الله يتغلب، هتبص تلاقي الأبواق اللعبة دي مش عارف إيه، طب ولو دي كان حسبها للنادي الأهلي، طب لو دي كان حسبها مش عارف إيه. بالمناسبة بعض الجماهير الزملكاوية المغيبة تقول لك إيه، لمسة اليد، لا ده مش لمسة يد، لا ده الهدف سليم، خلاص عميته، هي ايده طالعه تعمل ايه بقى فوق دماغه؟ انت عمرك شفت لاعب يعمل كده؟ ايه هو فاكر نفسه مارادونا؟ ولكن دول زملكاويه مالناش دعوه بيهم، خلينا احنا مع بعض. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.